بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا مزرعه ما شاء الله 27 فدان كيلو 84 لغرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي بجوار من القاهره، مدخل طنبول، بتبعد عن الصحراوي حوالي 18 كيلو. الارض بعقد خالص تمام من محافظه البحيره، عباره عن 27 فدان، دول عباره عن 10 فدادين عنب فيلم 10 سنوات عمرهم، وخمسه فدان عنب كريمسون عمر 8 سنين، وفي خمسة فدان مانجو ياسمينة عمر 4 سنوات، وخمسة فدان مانجو بيلز عمر 4 سنوات، وفي فدانين مانجو مهش نوك بس عمر سنة واحدة. المزرعة بيها بيه خاص بيها طبعا، ملوحة المياه فيه 350 جزء في المليون. الطلمبة اللي راكبة فيه طلمبة تركي، وعمر البيه 5 سنين فقط، وملحق بالمزرعة محاول كهربا 100 كيلو واط خاص بيها. وكمان بالمزرعة في جرار كوبوتا بكل مشتملاته من اوتومايزر ومقطورات ومحرات وقصابية وخطاط وبتانة ونواشي. وكمان يوجد بالمزرعة عدد 2 سكن، عشان كده ممكن متاح بتقسيم المزرعة لجزئين، وكمان بها مخازن أسمدة ومعدات. دي جولة سريعة كده في المزرعة على السريع، برضو بوجع عام نتفرج على المزرعة والأشجار الموجودة فيها من مانجا ومن عنب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك اللي ياخدها ويبارك أصحابها يا رب، ربنا يكرم الجميع إن شاء الله. السعر إن شاء الله موجود في آخر فيديو للجادين.